زي ما احنا اتكلمنا قبل الاستوديو قلنا الفوارق اللي باينه قوي عند الفرقتين سواء لبيراميدز او انبي. النهارده الفوارق اللي باينه بالنسبه لي انا لعيبه النهارده انت بتتكلم على لعيبه عندها حلول بشكل قوي جدا جدا موجوده في فريق بيراميدز النهارده. كل واحد حتى اللي بيلعبوا في خط الظهر انتقاء اللعيبه ده مهم جدا جدا لاي مدير فني بيجي على فرقه. ده واضح من خلال التشكيله اللي قدام النهارده. محمد حمدي الباك ليفت لعيب كوره، رجب بكار لعيب كوره، حتى الاثنين سرد باكات لعيب الكوره. النهارده اللي التفوق الواضح في الشوط الاول ده ظهر علشان نادي بيراميدز امتلك وسط الملعب بشكل قوي جدا. صحيح. النهارده مفيش وجود للاثنين اللي هم وسط ملعب انبي سواء بسيوني او رؤى مش موجودين خالص. صحيح. ومفيش المساعده الكافيه من شكري او الناس اللي هي بتلعب في الخط الامامي. صحيح. النهارده في فرص كتيره جدا لفريق بيراميدز. النهارده نجم الشوط الاول بالنسبه لي انا عبد الله السعيد. عبد الله السعيد جداً. عامل يعني هات عبد الله السعيد ومعاه ومع عمر جابر عاملين استحواذ وعاملين سيطره كامله من وسط ملعب انبي وممتلكين وسط ملعب انبي بشكل قوي جدا. النهارده في سروهات باص كتيره. شفنا ابراهيم حسن بيسدد، شفنا عمر جابر بيهدف، شفنا عبد الله السعيد له كوره في القائم. صحيح. النهارده شوط اول ملخصه لو جبنا العظيمه او اللي معانا في الاخراج جبنا الدقيقه 45 هي ده ملخص الشوط الاول. امتلاك كامل من لعيبه بيراميدز في كل حته في الملعب. النهارده انت بتتكلم على فرقه ملهاش اي انياب. يعني انبي النهارده مفيش الكره الوحيده اللي راحوها اللي هي في الدقيقه 16 راحت من ناحيه الشمال اتعملت حتى شكري كمان ما لحقهاش. الانتشار الجيد لفريق بيراميدز ده اللي واضح قدامي بشكل قوي. عدم الانتشار الجيد من فريق انبي النهارده اللعيبه بتستلم سهل قوي الشوط الاول لفريق بيراميدز. النهارده المفروض لما يبقى عندي لعيبه وعندها امكانيات ما خلوش ما ادروش فرصه ان هو يستلم الكوره. النهارده ده المساحات كبيره قوي. صحيح. اللعيبه بتستلم بشكل يعني بشكل مريح. النهارده لما يكون عندي لعيب مميز يا كابتن سامي ما ادروش فرصه ان هو يستلم. عمر جابر النهارده توظيفه من قبل دي صبر هايل. إيريك تراور عامل جبهه قويه جدا ناحيه اليمين، حمدي ناحيه الشمال. دي الدقيقه 45 يا كابتن. الدقيقه 45 هو ده ملخص الشوط الاول.